تأثرت هذه الندوة على جعل أوسع الفعاليات السياسية تتبعها وتتصدر اهتماماتها وثاني بمدى الاستعداد هذا الوسط أن يتقدم في إنجاز مهامه بكل الاختلافات التي تخترقه وبكل المقاربات الفكرية والسياسية التي توفر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر الدين صالحي الأمين العام للقوى النقابية ورئيس اتحاد النقابي الإفريقي. اليوم كان موضوع ديالنا هنايا بطلب من الطبيه في دعوة إلى ممثلي المناطق على الصعيد الوطني الذي يمثلون القوى النقابية في إطار التشاور وفي إطار كذلك إبلاغهم عن استعدادنا لتأسيس حزب المغرب الذي اسمه حزب العلماء المغربي. وهذا الحزب بطبيعة الحال جاء فعلا في نوعيته أنه لم يأتي من فراغ بل أتى من نقابة قوية عتيدة متواجدة بالساحة المغربية. وهذه أول مرة في الحزب التي نقابة تخلق حزب، شي حزب يخلق نقابة. هي كما قلت هي نوعية خاصة بأن حزب ينطلق من جهودات جبارة من طرف النقابة المركزية اللي هي متواجدة في المغرب. وفي هذه الندوة التحسيسية كما قلت هي ندوة تحسيسية أصلا، لأننا لم نعقد مؤتمرا وإنما استدعينا ممثلون. أنتم تشوفون المداخلات ديالهم، هل يؤيدون هذا المشروع أم لا يؤيدونه؟ فالدعوة كانت موجهة إلى المكاتب الإقليمية على الصعيد الوطني. أنتم لاحظتوا حتى نجاو من أسازاق ومن مناطق العيون من يعني تكبدوا على الصبر ليعطيوا الرأي ديالهم في هذا المشروع هذا. السلام عليكم، سيما بايفال، جو مابيل بايفال، بريزيدان ديز أفريكان ريزيدان أو ماروك، أوسي ممبر أونيون سانديكا أفريكان. Vraiment, on souhaite cette initiative. On est là pour soutenir notre Nasreddine Salih Nasreddine. Vraiment, c'est une initiative très importante pour le Maroc et pour même les Africains. Vraiment. يعني السبب خلي رئيسة المنظمة الوطنية للمرأة المغربية وعضوة في القوة النقابية للاتحاد الإفريقي من مدينة المحمدية. بالنسبة لحزب العمال هو حزب مختلف عن باقي الأحزاب، إذ أنه جاء بأسس جديدة معايير مختلفة لدعم المواطن المغربي وإخراجه من التهميش والديمقراطية. فالمغرب يفتقر إلى الديمقراطية ودعم المرأة والأطفال والاحتياجات الخاصة في عدة مجالات. المرأة المغربية هي عميق الشكل. المرأة المغربية عندها دور كبير بخصوص المرأة الحديثة في عصرنا الحالي. فكنقول للمرأة أن المنظمة الوطنية المغربية جاءت للرفعها ولحقوقها ولتأييدها في عدة مجالات. السلام عليكم، اسميتي رقية تماري، جاية من جنة. شرف عظيم يكون وسط حزب جديد اللي كنتمنى له النجاح والتوفيق والاستمرارية إن شاء الله، ويحقق كل الأهداف اللي كنتمناها له إن شاء الله تعالى. الأرج نانا إنوسا، جو سوي سكرتير جينيرال سينديكال ترافايور بوركينا فاسو. Voilà, donc nous, on est là pour le soutenir, et comme a dit mon prédécesseur, comme vous le savez, les travailleurs, généralement, nous revendiquons, nous luttons pour améliorer les conditions de vie de travail des travailleurs et aussi de la population. Donc, je ne vais pas répondre à la place du camarade Nasreddine, mais généralement, un parti, c'est pour tout le monde. C'est vrai que ça va être un parti au nom des travailleurs, mais ça va défendre la cause de tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala ashrafi al-mursalin. محمد أطلس الشريف، محمد أطلس مندوب الرابطة المحمدية لأهل البيت النبوي الشريف، رئيس المنتدى المغاربي للتعبئة الوطني والدولي للحكم الذاتي بالصحة المغربية. أنا سعيد جدا باش نجي لهذا المؤتمر التأسيسي إن شاء الله
لخلق حزب جديد. كأنني بالمغرب أرى أنه في حاجة إلى هذا الحزب البديل، لأن المغرب أي الوطننا أكثر من أي وقت مضى يحتاج إلينا، والملك أكثر من أي وقت مضى يحتاج إلينا. نحن لا ينبغي أن نترك بلدنا هكذا ينهب ويسلب من طرف أحزاب تفرخ من حين لآخر. هذه الأحزاب منذ 1956 إلى الآن فاشلة. لذلك أيدنا هذا الحزب الجديد، حزب العمال، الذي هو الملاذ الوحيد والذي هو المنقذ للوطن. القرش محمد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع النقل بالمغرب، المنضوية تحت لواء القوى النقابية، اتحاد الجامعات المهنية سابقا، يعني مناضل ديال النقابة منذ الإضراب الوطني التاريخي اللي خضاه مهنيون النقل 14 مارس 2007. فاليوم حصل لي الشرف أنني نكون في هذا العرس، هذا اللي هو هذا الندوة ديال هذا المشروع ديال الحزب، هذا الحزب الجديد اللي كنتمنى باش يكون عند تطلعات المغاربة ويكون عند حسن الظن ديالهم. وحنا كمواطنين من خلال التجربة ديالنا مع هذه النقابة، هذه اتحاد الجامعات المهنية، القوة النقابية بين قوسين، كسبنا واحد الثقة كافية وكاملة، وخضينا النصاب ديال الثقة الكافية والكاملة بأن هذا الحزب سيمشي يعني بالمغاربة قدما إلى تحقيق طموحات ديالو والمكاسب ديالو واسترجاع الحقوق ديالو والكرامة ديالو. وخاصة أن اللي كسب الثقة الكاملة في أن هذا الحزب غيكون في التطلعات والطموحات ديالو هو أن طيلة من 2007 إلى يومين هذا لا يخدم هذا الرمز اللي هو السي نصر الدين الصالحي، اللي هو كاتبا عاما لاتحاد جامعات مهنية سابقا وأمينا عاما للقوة النقابية ثم رئيسا للاتحاد النقابي الإفريقي، وها هو اليوم يعني هذا المولود الجديد اللي عدة أطماع، يعني اللي هي سميته عدة مناشدات من طرف أحزاب بارزة في البلاد باش يكون اتحاد جامعات مهنية القوة النقابية درعا نقابي لأحزابها، ولكن أبت المبادئ الأساسية ديال هذا الرمز اللي هو نصر الدين الصالحي أن يكون المولود هو ابن المؤسسة النقابية اتحاد الجامعات المهنية القوة النقابية اليوم.